نركز مع بعض شوية علشان في تطورات مهمة فيما يتعلق بهذا الملف. في أولا زيارة من وزير الخارجية الأمريكي بلينكين لكييف اللي هي عاصمة أوكرانيا كنوع من الدعم العلني للقيادة الأوكرانية وللجيش الأوكراني. وجزء من الزيارة دي يتضمن وعد أوكراني وعد من أمريكا لأوكرانيا بالمزيد من المعدات والأسلحة الأمريكية اللي يمكن أن تساهم في صد الهجوم الروسي على خاركيف. وتحديدا بعد تقدم الجيش الروسي عسكريا على الأرض في شمال وشرق أوكرانيا. في المقابل القيادة العسكرية الروسية بتشهد إقالات واعتقالات ومش واضح إيه اللي بيجري في كواليسها. مستمر معانا سيادة اللواء الدكتور سيد غنيف في الاستوديو، ومن بيروت ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي وخريج الأكاديمية العسكرية السوفيتية السيد عمر معربوني. سيد عمر مساء الخير على حضرتك، وأبدأ بأول سؤال. بعض الخبراء بيقولوا أن سيطرة القوات الروسية على خاركيف قد تدفع الجيش الأوكراني للاستسلام إلا إذا لاحقته أمريكا بسرعة بمعدات وأسلحة حديثة تستخدم فورا على الأرض. إيه رأي حضرتك لهذا الكلام؟ تفضل يا فندم. أولا مساء الخير لحضرتك أستاذ معتز، مساء الخير لسيادة لواء سيد غنيم وللمشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. الحقيقة لا، لم تصل الأمور يعني بعد إلى مرحلة أن يستسلم الجيش الأوكراني. وطبعا يعني مما لا شك فيه أن العملية الحاصلة الآن في خاركوف، وأنا سأستخدم التسميات باللغة الروسية يعني طبعا لأنه خاركوف هي في اللغة الأوكرانية. نعم. العملية وبما أن احنا فادي ما نعرفش الاثنين فحضرتك خد راحتك خالص. اتفضل يا حبيبي. طبعا الهجوم الروسي الآن على منطقة خاركوف هو يعني على امتداد 50 كيلومتر، يعني هو هجوم جبهوي، لكن حتى اللحظة هو ضمن الإطار التكتيكي، يعني لم تصل الأمور بعد إلى مستوى تطوير العمليات إلى البعد العملياتي، لكن هذه المسألة يجب أن نقرأها انطلاقا مما يحصل في جبهة دونيتسك. وأيضا يعني الحاجة الروسية الملحة لقطع الطريق أمام الجيش الأوكراني لاستهداف العمق الروسي في منطقة بيلغارود بشكل أساسي وكورك وبريانسك، وهي مناطق حساسة جدا وتم استهدافها أكثر من مرة. أولا هناك ضغط كبير يعني تمارسه القوات الروسية في جبهة دونيتسك، تحديدا الآن على جبهتي أرتيوموسك باخموت، يعني أرتيوموسك باللغة الروسية وباخموت باللغة الأوكرانية. نعم. ومنطقة أفدييفكا تعمل القوات الروسية منذ فترة على وصل نطاق القوات المتقدمة على هذا الخط، وهي على وشك يعني السيطرة على كامل خط الدفاع الأول الذي سماه الرئيس زيلينسكي خط القلاع. يعني الآن لم يتبقى من خط القلاع سوى تشازوفيار وأغليدار، يعني وهي جنوب غرب مدينة دونيتسك، وأيضا مدينة سيفيرسك في الشمال، شمال شرق مدينة سوليدار. إذن يعني الآن هناك توجه روسي للوصول، يعني حتى نفهم يعني حركة الجيش الروسي. الأهمية القصوى الآن هي لتحصين جبهة دونيتسك ومنع وصول القذائف الصاروخية. طب سيد عمر هاخد حضرتك معايا كده إلى واشنطن. المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أقر بتقدم الجيش الروسي في خاركيف أو خاركوف زي ما حضرتك يعني حبيت تسميتها شرق أوكرانيا، ودعا كييف، دي بقى مهمة واللي عايز حضرتك يعني تساعدنا في فهمها، إلى عدم التضرع بتأخر السلاح الأمريكي، وقال لها أنتوا أوريدي وصل لكم أسلحة تانية من باقي الحلفاء. هل هنا في يعني نقول مقدمات خسارة أوكرانيا للحرب، أو أنه الأمريكي بيقول للأوكراني ما تحملنيش مسؤولية خسارتك لو أنت هتخسر؟ أنا تقديري من المبكر يعني الكلام عن خسارة أوكرانيا للحرب، يعني هذا طبعا موضوعيا لا يزال الجيش الأوكراني يمتلك عديد بشري كبير، يعني يتفوق على العديد البشري الذي وضعه الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة. هذه مسألة. المسألة الثانية، الجيش الروسي بات يدرك الآن الثغرات، يعني هو عندما يهاجم في منطقة خاركوف له هدفين. الهدف الأول هو تثبيت القوات الموجودة على محور خاركوف
ومنعها من تقديم الدعم على جبهة شازوفيار بشكل أساسي الآن، لأنه الخطر القادم على القوات الأوكرانية والجيش الأوكراني هو مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك التي تتقدم إليها القوات الروسية من أكثر من اتجاه. يعني العمليات الآن تتقدم بشكل كبير على محور ليمان وكراسني ليمان وكابيانسك يعني في الشمال يعني وشرق مقاطعة خاركوف تحديدا، ومن الجنوب يعني من منطقة أرتيوموسك باخموت ومن أفدييفكا. كون يعني تشازوفيار هي العقدة الأهم والتي يعني تتموضع على مرتفع عالي، السيطرة عليها سيمكن القوات الروسية من الاندفاع باتجاهين، غربا نحو أوغليدار وتاليا نحو زاباروجيا، وشمال شرق نحو كراماتورسك وسلافيانسك. إذن العملية تكلم الآن في البعدين التكتيكي والعملياتي. المسألة الأهم هي البعد الاستراتيجي، يعني علينا أن ندرك أن هناك قرارا اتخذ من قبل الرئيس بوتين بإنشاء المنطقة الآمنة الآن. 300. تتكلم عن عمق يصل إلى 300 كيلومتر، يعني حتى شرق نهر الدنيبر ومن الشمال إلى الجنوب. يعني علينا أن ننتظر الآن في الأشهر القادمة عمليات روسية شمال خاركوف في مقاطعة سومي وشمال سومي في مقاطعة شيرنيغوف. الآن المرحلة الأولى بحسب معلوماتي طبعا المطلوب رسم منطقة آمنة وتثبيتها بعمق يصل إلى 25-30 كيلومتر. يعني حتى مشارف خاركوف، مدينة خاركوف. مسألة أخرى يعني من خلال متابعتي لطبيعة العمليات في منطقة العملية الروسية، الروس تخلوا يعني بعد مذبحة أرتيوموفسك يعني التي كلفت الجيش الروسي كثيرا، تخلوا عن عملية المواجهة المباشرة وحرب الشوارع، وباتوا يقومون الآن بعمليات تطويق وإطباق. يعني نلاحظ هذا الأمر حصل في مارينكا، هذا الأمر حصل في أفدييفكا، وحصل في أكثر من 15 بلدة بعد أرتيوموفسك. هسترح لك سيد عمر، هاخد الجزء ده من كلام حضرتك واروح لسيادة اللي هو سيد غنيم. سيادة اللي هو، هل ده بقى يفسر ايه التغيرات اللي بتحصل جوه الجيش الروسي، انه يطلبوا من وزير الدفاع السابق انه يمشي ويجيبوا مكانه رجل له خلفيه اقتصاديه عشان يبقى وزير الدفاع؟ يعني نحاول كده ندخل في العقل السياسي والاستراتيجي لبوتين. خلينا الاول اسمي الكلام ده في حضرتك الكريم علمي وموضوعي الحقيقه بالنسبه لي على الاقل، ولكن بالنسبه لاي حد دارس عسكريه الحقيقه. بس عايز بس اقول على حاجه بالنسبه لان متحدث البنتاجون قال لا تتذكر زرع، لم يقل ذلك. ما قالش تتزرع، هو بس مكتوب اعتقد في روسيا اليوم او كذلك. لكن النص الصريح وكان بيرد اعتقد على حد او احد الصحفيين، لا داعي ان نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن نحن نعلم ان هذا التقدم الروسي مقلق. ده كلامه. وان شركائنا وحلفائنا يمدون اوكرانيا. لان يعني ما ربطش الاثنين في جمله واحده، في جملتين. حضرتك رميت لي نقطه مهمه جدا. ان انا كده، وده يمكن في حضرتك رد بموضوعيه جدا حتى قال لحضرتك ما طلعناش احنا غلطانين، يعني الامريكان ما طلعناش احنا غلطانين، ما كانش الفكره دي الحقيقه. اتفضل. يعني رجوعا، في تعيين بديل شويك او من حل محله، يعني تفاوتت الاقاويل. اولا اقاويل تخش شويه انها ترقي، ومش عايز اقول، يمكن خليني اقول لحضرتك، الغربيين نفسهم اللي هم المحللين من اوروبا تحديدا والولايات المتحده يرونه ترقي، وتجنيبه من ما يتم من حملات شديده جدا على الفساد في الجيش الروسي. ده شيء. هذا الرجل الذي بديله الذي يخص الاقتصاد، في نقطه على حد علمي، وضيف حضرتك الكريم ادرى مني بذلك، ان شويجو اصلا مش خلفيه عسكريه اساسا، هو اعتقد خريج علوم او ما شابه او تخصص، يمكن انا غلطان يصحح لي لو انا غلطان. فاذا الفكره لان مهندس 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 يعني الموضوع عادي بقى، مهندس اقتصادي. لان وظيفه وزاره الدفاع، وزير الدفاع، وظيفه سياسيه
استراتيجية في الأساس كحلقة رب، إنما رئيس الأركان هو أول مخطط، أول مدير. لما بنيجي نلاقي وزير دفاع جديد مختص باقتصاد، نفكر لماذا مختص باقتصاد، ليس لماذا ليس هو عسكري. هي دي الفكرة، وأعتقد هي مرتبطة على طول فترة الحرب، وقد توقعها ضيفك أيضا، وإنها ستأخذ وقتا طويلا، ستستنزف حجم كبير من القدرات. فإن هذا يستلزم، مع لأن ده بيحتاج اقتصاد كبير خاص بالجيش وحده، فما لك بالاقتصاد الروسي كله. طيب سيد عمر، هرجع تاني للجزء من الكلام حضرتك قلته، وهي فكرة المنطقة الآمنة. هل الغرب هيسلح أوكرانيا بما يكفي من أسلحة تجعلها قادرة على مواجهة هذه المنطقة الآمنة اللي روسيا بتقدمها يعني تباعا قطعة قطعة؟ أستاذ معتز، المسألة ليست مسألة أسلحة. الغرب أنا بتقديري قادر على تقديم الأسلحة، لكن هناك مشكلة الآن في الجيش الأوكراني هي مشكلة العديد البشري. يعني الآن هناك يعني نقص كبير في المحترفين، يعني معلوماتي يعني ومن المصادر الأوكرانية وليس من المصادر الروسية، أن هناك بحدود 240 ألف قتيل من المحترفين، يعني ضباط. 240 ألف؟ يعني حوالي ربع مليون؟ نعم نعم، يعني حوالي ربع مليون، يعني العدد الكامل هناك حوالي 500 ألف، يعني بين قتيل ومعاق وخارج عن الخدمة، وهذا عدد كبير. يعني الآن إذا أردت أن تتابع هذه المسألة عليك أن تذهب باتجاه مشكلة التعبئة، المواجهات التي تحصل بين الشبان وقوات الشرطة وقوات الشرطة المدنية والعسكرية. نعم يعني، وبالتالي الجيش الروسي الآن أو القيادة الروسية بالأصح ذهبت يعني إلى طيب نمط. أنا هقول لك، أنا هشكر حضرتك سيد عمر والله، لكن أنا فعلا وقتي خلص، لكن ده ليس معناه أن الحوار انتهى. إحنا بعد إذن حضرتك هكون ضيف، ستكون ضيفا لنا قريبا، بحيث أن إحنا نكمل هذا الحوار. كل الشكر للخبير الاستراتيجي وخريج الأكاديمية العسكرية السوفيتية السيد عمر معربوني، كنت معي من بيروت. وطبعا كل الشكر لسيادة اللواء الدكتور سيد غنيم، ضيفي الدائم في الأستوديو.